عندك دعوية؟ تفضل. من بعد ما كتبت مرتين عن الدعوية قررت ارجع على عند الدعوة وجرب شوف اذا بيخليني اعرف كيف تنعمل. ما عم صدق انه خلوني اوصل اوقف قدام الدعوية وقدر اعرف كيف تنعمل. اهم شيء خلينا نبلش فيها فستق مش حيلا فستق اول من قصه اخضر من جوا كتير غالي الاستعمال. بعدين فيها كاجو مزبوطين مش كسر كاجو او البقية تبعه. الكاجو بيرجع بينقلها بعدين تاي بحط فيه. لكن هي الدعوية اللي كتير بحبها وانا بعتبرها من اطيب الحلو العربي بلبنان. في اول شيء فستق مع نكزة سكر بتحسوها تحت اللسان، قشطة، كاجو وفستق عن جديد. مندوق قصتها مش معقول. معقول تبين شوي مثل الكنافة، بس اول شغلة بتلفت النظر انه بتلقط بالايد قاسية مظبوطة وما بتفرط. ما رح اخبركم شو الاحساس. لا مش معقول. ما تضيع وقتك تعدوه.